وإلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وقضاس عيد القيامة المجيد، حيث ينضم إلينا الآن مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. إذن أقيمت صلوات قضاس عيد القيامة المجيد في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك بحضور عدد من ممثلي الدولة وعدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية والوزراء. احتفالا بعيد القيامة المجيد، تزينت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك بالأضواء، حيث أقيمت صلوات قداس العيد بحضور عدد من ممثلي الدولة. نشكر ربنا أن السنة دي متزامن احتفالات رمضان الكريم وعيد الفطر مع الصوم وعيد القيامة، فمصر كلها بتحتفل. شرفنا أمين رئاسة الجمهورية السيد أحمد رضا، وشرفنا ممثلين من الأزهر ووزارة الأوقاف ومحافظة القاهرة. كانت فرحة كبيرة جدا جدا. القيامة معناها رجاء جديد، فاحنا بنصلي لبلدنا يكون في رجاء جديد وعمل جديد وحياة جديدة لينا، واشكر ربنا انه يتناسب الاعياد المسيحية مع اعياد الفطر، فده شيء مفرح قوي ان احنا في بلدنا نحتفل مسيحيين ومسلمين مع بعض بأعياد، وربنا يفرح بلدنا. باللغتين العربية والإنجليزية غمرت الترانيم والصلوات أرجاء الكنيسة ودعوات من القلب أن يحفظ الله بلادنا من كل شر. فرحان إنه الدولة ممثلة المسيحيين ومسلمين، الشيخ الأزهر بعت مندوب عنه ورئيس الجمهورية بعت مندوب، فدي حاجة فخر إنه بتعلن وحدتنا كمصريين. كان احتفال مميز تقريبا، لأن بقالنا سنتين ما بنحتفلش عشان جائحة كورونا، لكن النهاردة نشكر ربنا الفاكسين عمل مفعوله فالدنيا بقت احسن، الكنيسه النهارده كانت مليانه نشكر ربنا. وسط الاجراءات الاحترازيه لحمايه المواطنين انتهى القداس، ولم تنتهي الفرحه على الوجوه والامل بانه بعد الالم سياتي الامل، اسوه بيسوع المسيح.